كل واحد فينا بيدور على مهنة عليها طلب، مهنة ما بدها تدريب كتير وما بتموت مهما تطورت التكنولوجيا، موجودة بكل المحافظات وبتأهلكم لتفتحوا مصلحتكم الخاصة أو تشتغلوا فيها بأي مكان في العالم. صناعة الألبسة في الأردن واحدة من هاي المهن، واليوم إحنا فخورين بإنه ربع صادرات الأردن للعالم هي من قطاع الصناعات الجلدية والمحكات. خليكم جزء من قطاع عم يكبر، إحنا اخترناكم.